تعيش تحت الحصار الخانق رغم مرور 6 أيام على محادثات جنيف التي كان من أولى شروطه رفع الحصار عنها، وهو ما لم يتم حتى اليوم. وتلحق بأكثر من نصف مليون نسمة داخل المدينة كارثة إنسانية حقيقية، إذ لا ماء ولا غذاء ولا دواء، حتى لقاحات الأطفال تم منع دخولها إلى المدينة. تعيش محافظة تعز أوضاع صحية مزرية أو ما بعد الكارثة، يمكن أن نوصفها بدرجة أدق، خصوصا أن المعاناة زادت بشكل كبير منذ بداية الحرب. لكن الحصار زاد بشكل غير عادي خلال الأيام الماضية أو مع بداية مؤتمر جنيف. منظمات الإغاثة الدولية التي عجزت عن فك الحصار وإيصال مساعداتها للمحاصرين تتحدث من قبيل التبرير أنها نجحت في إيصال المساعدات، وهو ما أثار غضب المسؤولين في المنظمات الإغاثية المحلية وبادروا إلى اتهامها بالكذب. نحن نقول يا إخوة، لم تدخل سلة غذائية إلى داخل المدينة، وهناك من العاملين والمستخدمين في هذه المنظمات الإغاثية الدولية يصروا إصرار عنيد بأن هذه الإغاثة دخلت إلى مدينة تعز. المواطنون هنا وبعد انعدام كل أساسيات الحياة في انتظار الإغاثة الإنسانية، وخاصة تلك التي أعلن عن تقديمها من مركز الملك سلمان. وصلت المساعدات الإغاثية، هكذا قالها منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. لم تصل المساعدات الإغاثية، هكذا قالها مسؤول الإغاثة هنا في تعز، ويقولها الواقع أيضا. المواطن بين الأمل والألم، والمدينة تحت القصف والحصار. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.